السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. رمضان خلاص فاضل له ايام، كل سنة وانتم طيبين. ما ينفعش طبعا اول يوم رمضان يجي من غير القطايف. النهاردة هنعمل عجينة القطايف بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة قوي، ان شاء الله هتعجبك وتطلع نتيجتها مرضية جدا ليكي. بس قبل ما نشوف بقى المقادير وطريقة التحضير، ما تنسيش لو أول مرة بتشوفينا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أعمله. ويلا على طول نبتدي بقى علشان نشوف المقادير وطريقة التحضير. أنا بس كنت عايزة أقلبها لك على ظهرها عشان تشوفيها الأول. يلا على طول، مش عايزة أطول عليكم، نخش نشوف الفيديو. اول حاجه هنا معايا كوبايتين من الدقيق الابيض، وحط عليهم رشه ملح، نص كوبايه من دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه، معلقتين كبار من اللبن البودر او الحليب البودر، وهنا بقى معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، نص معلقه من البيكنج باودر، وطبعا معانا ميه دافيه علشان نعجن بيها. منسيش لو اول مره بتشوفينا تشتركي في القناه بقى وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد اعمله، وما تنسيش اللايك. نسمي الله كده ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي. معايا هنا الدقيق بقى، هحط اهو كوبايتين الدقيق، كوبايتين الدقيق هيعملوا لك كميه كويسه جدا من القطايف. وادي الكوبايه الثانيه اللي عليها رشه ملح، وهضيف نص كوبايه الدقيق البسبوسه او السمولينا، كمان هنضيف معلقتين الحليب البودر، وممكن كمان تضيفي معلقه من النشا بس انا مش ضايفاها يعني، والسكر والبيكنج باودر والخميرة، هضيفهم كده ونقلبهم بقى كويس جدا لحد ما يندمجوا كل المكونات الجافة مع بعض. سهلة جدا. وبالمناسبة لو انتي مش عايزة تعمليها بالمضرب اليدوي، ممكن تعمليها في شفشق الخلاط. وهبتدي بقى انزل بالمية شوية شوية لحد ما القوام يظبط معايا. هضيف اول كوبايه، والكوبايه الثانيه هنزل بيها شويه شويه. ادي كده اول كوبايه استخدمتها، واقلب كده بقى واشوف هياخد قد ايه من الكوبايه الثانيه. ممكن ما اخدهاش كلها، ممكن اخد نصها، ممكن اخد اكتر منها، لسه هنشوف. كل دقيق حسب نوع، دي بيقبل الميه ودي لا. قلبتها كويس جدا لمدة 10 دقايق علشان تبقى علشان اتأكد ان مبقاش فيها اي تكتلات. بصي بقت عاملة ازاي، ما استخدمتش كوبايتين المية كلهم، استخدمت حوالي كوبايتين الا ربع. طبعا ممكن تستخدمي الكوبايتين كلهم عادي، وارد يعني حسب نوع الدقيق. تمام، بصي القوام بقى عامل ازاي، عايزه اوريكي بقى شكل القوام. نشوف بقى القوام مع بعض، بصي عامل ازاي، هو ده القوام المطلوب. هغطيها بقى كويس واسيبها تخمر نص ساعة. اهم حاجة تغطيها كويس بحاجة محكمة الغلق كده عشان ما يخشلهاش اي هوا، وتسيبيها بقى تخمر نص ساعة. وبعد كده نشوف بقى هنعمل القطايف بتاعتنا ازاي. فات نص ساعة بالظبط، مش اكتر من كده، اوعي تسيبيها مدة اكتر من كده. بصي اختمرت اهي وعملت فقاقيع، معنى كده ان الخميرة كويسة جدا معايا.
معايا هنا كمان شفشق، اي شفشق كده ليه جوز عشان يبقى سهل انك انتي تفضي منه القطايف. هفضيها كده القطايف جاهزه عندي عشان نروح بقى نسويها. قبل ما نسويها لازم تكون محضره، لازم تكوني محضره فوطه مطبخ نظيفه، دي انا بستخدمها للمطبخ بس، علشان اول ما هتطلعي القطايف هتبتدي تفرديها، تبتدي تفرديها كده على الفوطه او اي حته نظيفه. طبعا يلا على طول بقى نروح نعمل القطايف. وجبت طاسه غير قابله للصق زي ما انت شايفه، يعني سيراميك تيفال اللي موجود عندك، المهم الحاجه ما تلزقش فيها، وما حطيتش فيها اي حاجه ولا اي مواد دهنيه ولا مسحت الطاسه ولا اي حاجه. تمام، هستنى لما الطاسه تسخن كويس جدا، وزي ما اتفقنا النار هاديه. انا كده عملت اول واحده تيست كده اشوف الحجم، هي كبيره شويه بس المره الجايه انا هصغرها شويه. لاحظي معايا هتبتدي تعمل فقاقيع، طبعا النار هاديه زي ما اتفقنا، طبعا مش هتحاولي تقلبيها خالص غير لما تستوي. طب هتعرفي ازاي ان هي استوت؟ هتبتدي تنشف، هي ابتدت تعمل فقاقيع كده، هي بتاخدش وقت خالص، انت تفضلي واقفه جنب النار ما تمشيش. انا ما رضيتش اسرع الفيديو بس عشان عايزه اوريكي شكلها بيكون عامل ازاي. ان شاء الله هتعملي الطريقه ومن اول مره هتنجح معاكي. خدي بالك ان هي ابتدت تنشف اهي، طبعا برضو مش هتحاولي انك تحركيها خالص لما تتاكدي ان هي استوت. ولما بتعمل فقاقيع كبيره كده ده تدل على ان العجينه خمرانه كويس، لكن لو عملتيها وعملت فقاقيع صغيره يبقى كده كانت عايزة تخمر شوية كمان. ابتدت تنشف اهي من الاطراف، لكن من النص لسه، هسيبها لحد ما تنشف تماما. طبعا انت بتعملي الحجم اللي انت عايزاه. يفضل لما تيجي تعملي قطعة واحدة بس في نص الطاسة عشان تتأكدي ان هي استوت. شوفي خدي بالك اهي ابتدت تنشف، قربت، فاضل حاجات بسيطه قوي وهقلبها على طول. هبتدي دلوقتي بقى احركها كده، شوف طبعا هي ما بتلزقش ولا اي حاجه علشان هي استوت. هسيبها كمان، بصي هي بتسيب الطاسه علشان هي استوت. بقى ظهرها عامل ازاي، ادي ظهرها. ممكن نهدي النار شويه، خلصنا كل كمية القطايف بتاعتنا، عملت لي 50 قطعة بالظبط. ده شكلها وده لونها، بصي عاملة ازاي، ما شاء الله تحفة. طبعا هتسيبيها لما تبرد خالص وبعد كده تشيليها في الكيس، وتقدري بقى تقليها وتحشيها زي ما انت عايزة، تحشيها قشطة او تحشيها مكسرات، شوكولاتة، جبنة، اللي انت حابة. هي عندنا العجينة تحفة جدا، بصي هنقفلها كده اهو، طرية جدا، طايعة جدا. واختاري بقى المقاس اللي انت عايزاه، بصي ما شاء الله ما بتفكش ولا اي حاجة، بصي عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. ان شاء الله بقى تجربي الطريقة وتعجبك. وما تنسيش لو اول مرة بتشوفينا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد اعمله،
وما تنسيش اللايك، عايزين نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايكات. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.